بداية نتقدم بالشكر الجزيل لكل الجهات اللي ساهمت في إعداد هذا المؤتمر. العراق وقع عدد كبير من مذكرات التفاهم التي تتعلق بموضوع تسهيل إجراءات الإنابات القضائية وتسهيل الإجراءات تطبيق الاتفاقيات الموجودة داخل التي ينضم إليها العراق. حاولنا خلال الفترات الماضية أنه عقد ورش مشتركة فيما بيننا وبين عدد من الدول فيما يتعلق بالقضاء العراقي لغرض مناقشة وتبديل هذه العقبات. وصلنا في بعض الأحيان إلى وضع نقاط اتصال مشتركة فيما بيننا وبين عدد من الدول لغرض التواصل القضائي وتسهيل الإجراءات القضائية والإنابات القضائية والإجابة من قبلنا بشكل واضح ووافي على كل ما يرد إلينا من استفسارات وإنابات قضائية من الدول. نطمح أن تكون الدول أيضا أن تعمل على أن تقليل أو تبسيط إجراءات التقاضي فيما يتعلق بموضوع الإنابات القضائية التي ترد من العراق. حقيقة موضوع نطمح إلى أنه أن يكون هناك عرض للتجارب التي تحصل في هذه الدول في موضوع مكافحة غسل وتمويل الإرهاب والإجراءات التي تتخذ من قبلهم في هذا الصدد. نرى من الضروري أنه أن تعقد مثل هذه الورش أو المؤتمرات بصورة مستمرة. الغرض من ذلك هو تواصل فيما بين النيابات العامة ووحدات مكافحة غسل الأموال من كافة الدول لعرض المشاكل التي تعترض العمل والتطبيقات العملية في موضوع مكافحة غسل وتمويل الإرهاب. لاحظنا من خلال هذا المؤتمر وجود مشاكل مشتركة وظهور مشاكل مشتركة